رسمة تانية، دي رسمة رقم 3 سوري، للشوب الإيطالي، الشوب اللي أخد شكل الكاس من تحت ومن فوق الشكل الشوب. دي أشكال الفواكه، بأشكال الفواكه اللي أشكال الفرحة، فواكه داير ما يدور، وكل قطعة قلنا مختومة ميد إن إيطالي، قدامنا أهل الخيط على ما أعتقد ظاهر. تمام، الطقم بيكون 3 قطع، طول الشوب 25 سنتي، يعني الطول كده 25 سنتي. الساعة بياخد حوالي من 400 ملي عصير أو مية. تمام، للطلبات تبعتولي على رقم الواتساب 010-19-84-2696. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، الطقم 3 قطع، كل الموديلات معانا بتكون تحفة بجد من الشوب الإيطالي ده.